بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا دكاترة هنتكلم في المحاضرة دي على الانفراريد سبكتروسكوبي، وذلك بعد ما شرحنا أول برانش من السبكتروسكوبي اللي هو الألترا فايلوت، وقلنا طبعا يعني إيه أنا اللي يهمني في العملية كلها انتربريتيشن للاستراكشر اوليسيتيشن، أو إزاي يعني تعمل أبلكيشن كويس. الحاجات اللي هي الثيوريتيكال قوي والحاجات اللي هي النظرية قوي والفيزيكس والحاجات دي انا ما بهتمش بيها، انا كل اللي عندي ان انا اعمل ابلكيشن وافهمه كويس. فكل اللي هيوصلني ان انا اعمل انتربريتيشن للانون كومباوند الايزوليتد فروم ناتشورال سورس اهتم بيه. قلت قبل كده في اول حاجه خدناها الفيزيكال ميثود، وضحناه الاليمنتال اناليسيس الهيدروجين ديفيشنسي، كل ده كان خارج السبكتروسكوبي. اول برانش كنا شرحناه في السبكتروسكوبي، وقلنا ليه طبعا السبكتروسكوبي اللي هو اليو في، وان شاء الله هنشرح بقى الايه الالكترومغنيتيك اللي هو سوري اسف الاي ار كبرانش تاني او كجزء تاني من اللي هو السبكتروسكوبي. طيب يا شباب، الكونتنت والاوت لاينز اللي عندنا اللي هنتكلم فيها اللي هي الانترودكشن اوف اي ار سبكتروسكوبي، البيزك برنسبل عندي بتاع الاي ار سبكتروسكوبي، المولكولار فايبريشن اصلا الميكانيزم ده بيحصل ازاي، او لما انا قلت لك ان الالكترومغنيتيك راديشن بيروح على الانون سامبل اللي عندي او انون كومباوند اللي عندي بيعمل فايبريشن للبوند وبيتم ازاي هنوضحه بالتفصيل. الكومباوندز اللي هي ممكن تكون اي ار اكتيف واي ار ان اكتيف، برضو الفاكتورز اللي بتاثر على السبيكترم بتاع الاي ار مهمه جدا، والابلكيشن اوف اي ار، واخر حاجه هننتهي بيها في المحاضره السامبل بريبريشن. زي ما اتعودنا قبل كده في اليو بي، اول محاضره هنخصصها في شرح البيزك كونسبت اند انفراريد، يعني ايه البيزك بتاع الانفراريد يعني سبيكترم والحاجات المعلومات اللي عنده اللي هنبني عليها بعد كده في المحاضره القادمه او المحاضره اللي بعدها كمان ممكن نخصصها للانفراريد لو الوقت ما اسعفناش، ان احنا نكون نعمل ابلكيشن كويس ونطبق كويس. فلازم تكون الاساسيات دي عندي عشان ابقى فاهم وانا بشوف سبيكترم او شارت للاي ار ابقى فاهم الباندس يعني ايه والمكونات بتاعه الانفراريد وازاي بستخدمها في الانتربريتيشن اوف انون كومباوند اللي عندي. طيب نبص هنا يا شباب على طبعا الشكل ده بيفكرني بالمقدمه اللي انا بداتها بالالترا فايولوت، واي حاجه تندرج تحت السبكتروسكوبي لازم أن اكون على طول فاكر حاجه اسمها الالكترومغنيتيك راديشن. الالكترومغنيتيك راديشن قلت لك هو الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد بيربندكولار تو اتش اذر along propagation of wavelengths. فإذا في wavelengths موجود، وقلنا ال wavelengths ده هو اللي بيخلينا نتحكم في الانرجي، ما ادهاش الحرية المطلقة ان هي مثلا تكسر المولكيولز او او سوري تعمل ionization في المولكيولز زي ما كان هيحصل في الماس سبكترومتري. فعشان كده لو لقيت electromagnetic radiation يبقى انت بتتكلم على السبكتروسكوب. بس قوة الالكتريك فيلد او الانرجي دي بتبقى عاملة ازاي هو ده اللي بيخليني اروح للريجونز اللي هي موجودة في الالكترومغنيتيك راديشن، ريجون اللي هي موجودة قدام حضراتكم اللي بتبدأ من يعني الجاما راي واكس راي وبعد كده يو في. الاي ار بقى ريجون هي اللي منطقته ما بين اليو في والمايكروويف، وكل ما نمشي في الاتجاه ده لحد ما نوصل لللونج راديو ويفز دي يعني يبقى انا ماشي كده بزود الويف لينز. وانا قلت لك من البلانك ايكويشن كل ما ازود الويف لينز معناها ان انا كل ما اقلل الانرجي اللي لازمه لحدوث حاله في المولكيولز. وقلت لك في الالترا فايولوت بيعمل الكترون ترانزيشن من الاوربيتال اللي بعدها. في الاي ار عندنا موضوع شرح المحاضره دي بيعمل حاجه اسمها بوند فايبريشن، هنتكلم في البوند والفايبريشن والخصائص بتاع البوند والكلام ده كله بالتفصيل في المحاضره دي. قلنا بعد كده ممكن يعمل حاجه اسمها السبيننج في الاتومز زي ما يحصل في الان ام ار، ممكن يعمل بوند بريكنج زي ما بيحصل في الاكس راي. كل الحاجات دي بتتوقف على الويف لينث. لو احنا جينا نبص كويس هنجد ان الويف لينث بتاع الاي ار اعلى من اليو في، وطالما الويف لينث في الاي ار اعلى من اليو في انفرسلي بروبورشنال تو انرجي، يبقى معناها ان الانرجي اللازمه لحدوث فايبريشن للبوند هتبقى اقل مما كانت في اليو في، لان تناسب عكس ما بين اكوردنج للبلانك ايكويشن اللي احنا قلناها. فمعنى كده ده سؤال مهم جدا تبقى انت عارفه، جيف ريزون اليو في مور سنسيتيف ذان اي ار. لو انت فاصل عينه مثلا يعني 2 مللي جرام اقول لك مثلا تروح تحللها، لان طبعا الحاجات اللي بتتفصل من الناتشرال سورس او من النيتشر بتبقى وزنها قليل جدا، اقول لك اعمل لها تحليل يو في ما تعملش اي ار، لان السنسيتيفيتي في الجهاز بتاع اليو في اعلى. وانا قلت لك ده من ضمن الادفانتج بتاع اليو في عن الاي ار، السنسيتيفيتي بتاع الجهاز بتبقى عاليه لانه واقع في ويف لينث قليله فبيحتاج انرجي عاليه
لحدوث مثلا الكترون ترانزيشن، وطالما الانرجيا زادت معناها ان السنسيتيفيتي بتاع الجهاز السامبل هتزيد وده هيبقى افضل. عشان كده اليو في بيحتاج كميه قليله جدا من الايزوليتد كومباوند اللي عندي. في الاي ار هقول لك لا، انت محتاج حضرتك تزود وزن البيور كومباوند، وعشان تزوده هتعمل بقى كروماتوجرافي وتحاول تفصل منه من فراكشن تاني زي ما احنا اتعودنا وتعلمنا في الكروماتوجرافي. فاذا هو اليو في مور سنسيتيف ذان اي ار عشان المعلومه اللي انا بقول لك عليها دي، لان الويف لينث بتاع الاي ار اكبر من الويف لينث في اليو في، والريجون بتاعته في الالكترومغنيتيك راديشن اعلى من المنطقه اللي كان موجوده فيها اليو في. دي يا شباب قدامنا الانفراريد ريجون زي ما انا قلت لك، بيبدا طبعا الويف لينث عندي من مايكروميتر بقى مش نانومتر زي ما كنا بنقول في اليو في، بيبدا من 200 ل 400 في الانفيزبل يو في، ومن 400 ل 700 او 800 نانومتر فيه كده. لا ده مايكروميتر وده اعلى من نانومتر بالنسبه للويف لينث اوف اللي هي الاي ار. طيب بدا بعد كده يفكروا يقول لك طب الويف لينث ده مش هو الوحده اللي هي الانترناشونال يونت اللي مستخدمه في اليو في في الاي ار، اسف، لازم نستخدم في الاي ار وحده اسمها الويف نمبر مش الويف لينث. الويف نمبر دي بتساوي واحد على الويف لينث، واحد على لمبه. فبالتالي هما ليه فكروا في حاجه زي كده؟ لسببين اتنين مهمين جدا، وده سؤال مهم. انا بحول الويف لينث الويف نمبر في الاي ار، او اليونت اللي مستخدمه عندي الستاندرد يونت او الانترناشونال يونت اللي مستخدمه في الاي ار هي ويف نمبر مش ويف لينث، لسببين. السبب الاولاني اللي ممكن تستنتجه ان انا لما اجيب عكس الويف لينث او اللمبه معناها ان انا بقول ان انا بوصل لتناسب طردي مع الفريكوانسي والانرجي، مش انا كنت قايل لك قبل كده ان الويف لينث بتتناسب تناسب عكسي مع الفريكوانسي والانرجي؟ فانا لما اجيب معكوس اللمبه يبقى انا بقول ان الويف نمبر بتتناسب تناسب طردي مع الفريكوانسي والانرجي، وده هيسهل عليا الفهم على طول لما اجي اقول لك الحاجه مثلا البند دي ظهرت عند انرجي عاليه او فريكوانسي عاليه يبقى معناها ان الويف نمبر زياده، لان كل ده هيبقى هنفهمه مع بعض ونركز في كل جزئيه، مش عايزك تحفظ خالص، عايزك تبقى فاهم كل جزئيه او كل بند ظهرت في المنطقه دي ليه وبناء على ايه. زيادة الفريكوانسي أنا بربط هنا دايما الفريكوانسي، لأن أنا قلت لك فايبريشن، والفايبريشن في البوند دي معناها فريكوانسي أو اهتزازات أو ذبذبات في البوند، فكل ما زادت الفريكوانسي كل ما زادت الويف نمبر. طيب ده السبب الأول. السبب الثاني عندي إن أنا قلت لك من 2.5 ل 25 مايكرومتر دي منطقة ليميتد شوية محدودة. أنا لو البند وقعت يعني عندي مثلا فانكشنال جروب زي الكربون كربون دبل بوند، وعندي الكربونيل والهيدروكسيل جروب، لو وقعت في منطقة زي دي من 2.5 ل 25 هي منطقة يعني صغيرة جدا، فممكن يحصل اوفرلابنج للبند مع بعضها. فعشان ما يحصلش الاوفرلاب ده والبند ما تقعش قريبة من بعضها ويحصل تداخل للبند مع بعضها، يفضل إن أنا أحول المايكروميتر أحوله لإيه؟ أحوله لسنتيمتر اللي هو الريسيبروكال سنتيمتر او السنتيمتر اس ماينس واحد، ده بحوله ان انا بجيب بقول 10000 على 25 و10000 على 2.5 اللي هي تحويل المايكروميتر للسنت ده، وفي نفس الوقت يبقى انا جبتها من 400 لكام ل 4000، 10000 على 25 و10000 على 2.5، يبقى انا حولت من 400 حولت من المايكروميتر للريسيبروكال سنتيمتر عندي. طيب هنا لما تيجي تقرا ان المور اصلا يعني هي المفروض مش مور كومان، هي الستاندر يونت اللي مستخدمه في الاي ار هي الويف نمبر، وقلنا عليها اللي هي ريسيبروكال اوف ويف لينث يعني مقلوب الويف لينث. الويف نمبر از دايركتلي بروبورشنال تو فريكوانسي اند انرجي، المعلومه دي لازم اكون عارفها لان انا قلت الويف نمبر هي بتساوي معكوس الويف لينث. طيب اول اوت لاين عندنا يا دكاتره ركز فيه ان احنا بنتكلم على البيزك برنسبل اوف اي ار. انا قلت لك الانرجي الموليكولز او الانون سامبل اللي عندي لما تيجي تحطه في الالكترومغنيتيك راديشن في الريجون بتاع الاي ار، وسلطت على الانون سامبل او الموليكولز اللي عندي ده الكترومغنيتيك راديشن بتشتغل على البوند وتعمل عندي بوند فايبريشن. فانا كل تركيزي هيبقى لما تيجي تقرا الكلام اللي موجود قدامك ده هيبقى كل تركيزي على البوند دي بتبقى عامله ازاي. البوند دي لازم أن تكون كوفيلنت بوند، رابطة تساهمية بتربط بين تو اتومز زي مثلا الكربون والهيدروجين، اللي هي الاكسجين والهيدروجين زي الهيدروكسيل جروب، الامينو جروب الان والاتش اللي هي الفانكشنال جروب، الكربونيل زي الكربون والاكسجين زي ما انا قلت لك. لازم أن يكون الاثنين اتومز اللي موجودين دول
يكون بينهم بوند، والبوند دي تكون كوفيلنت بوند. يبقى أول شرط عندي يكون في عندي كوفيلنت بوند، رقم واحد. رقم اتنين، يكون الاتنين اتومز اللي موجودين لهم دايبولر مومنت، ودي في غاية الأهمية. يعني ايه دايبولر مومنت؟ يعني مختلفين عن بعض في البولاريتي. يعني أنا مثلا لما أجي أقول لك الأكسجين والهيدروجين، معروف إن الأكسجين ليه الكترونيجاتيفيتي عالية جدا. اللي بالنسبة للنيتروجين والهيدروجين، الكترونيجاتيفيتي بتاع النيتروجين تختلف عن الهيدروجين. مش شرط تكون عالية جدا ودي قليلة جدا، المهم يكون في ديفرنس في الدايبولر مومنت أو البولاريتي بتوين الأتومز اللي مشاركة مع بعض برابطة تساهمية أو كوفيلنت بوند. أنا بقول لك كوفيلنت بوند ليه؟ لأن الأيونيك بوند يبقى أي آر إن أكتف على طول. لو في عندي مثلا صوديوم كلورايد وكده أحطه في الأي آر هلاقيه إن أكتف، لأنه أيونيك بوند نوت كوفيلنت بوند. كوفيلنت بوند رابطة تساهمية بين تو أتومز، كل واحد فيهم مشارك بزوج من الإلكترونات عشان يكون الرابطة اللي موجودة، اللي هي الرابطة اللي إحنا قلنا عليها كوفيلنت بوند دي، بواحد أو زوج من الإلكترونات عشان يكون الكوفيلنت بوند دي. يبقى لازم يكون السلايد دي كلها ركز فيها، عشان يبقى المركب اللي عندي انفراريد أكتيف لازم يكون في الاتومز، يعني في كذا بقى. طبعا مش الموضوع بيقتصر على فانكشنال جروب واحده، ده انت ممكن تلاقي في المركب الواحد 2 3 4 5 على حسب. بس الخصائص اللي تبقى موجوده فيها، في كوفيلنت بوند بتوين تو اتومز، الاثنين اتومز دول لهم دايبولر مومنت مختلفين عن بعض في البولاريتي زي ما انا وضحت. الايونيك بوند يبقى اي ار ان اكتيف على طول. هنا برضه يا شباب بنركز على الاسيمتريك ستريتشنج او بيندنج اند انترنال روتيشن تشينجز دايبولر مومنت اوف مولكيولز. يعني ايه الكلام ده؟ لما نيجي نبص على الامثله اللي هي الكربونيل والان اتش والاو اتش والكلام ده كله، ده فيه اول خاصيتين انا قلتهم لك شرط في البوند عشان يحصل بوند فايبريشن والمركب اللي عندي يبقى اي ار اكتف. يعني الكربونيل مثلا فيه كربون اتوم وفيه اكسجين اتوم وبينهم دبل بوند كوفيلنت بوند، وهما الاثنين مختلفين ولهم دايبولر مومنت، يبقى على طول لما تحط في الجهاز يبقى لهم اي ار اكتف. موضوع اللي هو الاستريتشنج والبندنج ده نوع من يعني ايه اللي هي المود بتاع الفايبريشن، ده هنشرحه دلوقتي في المحاضره دي بالتفصيل وهنوضحه. بس انا اللي يهمني كله ان يكون اسيمتريك. يعني المركب امتى يبقى اي ار اكتف؟ انا قلت لك من ضمن الاوت لاين امتى الكومباوند يبقى اي ار اكتف، وممكن وامتى يكون اي ار ان اكتف. يبقى انا لحد دلوقتي فهمت ان لو يكون عندي اتنين اتومز والاتنين اتومز دول اسيمتريك مختلفين عن بعض، الاتنين اتومز دول بيشاركوا ما بينهم وبين بعض بكوفيلنت بوند، الاتنين اتومز دول لهم دايبولر مومنت، يبقى انت كده بتتكلم في اي ار اكتيف كومباوند. كده كده هيحصل باند ابزوربشن لوجود حاله زي كده. اتكررت مره واتنين وتلاته هيديني كذا باند بقى في الشارت، والبوزيشن بتاعهم والمكان بتاع البيك او السيجنال دي هيختلف اكوردنج لشكل البوند دي عامله ازاي ولشكل الاتوم عامله ازاي، زي ما هنوضح بالتفصيل. بس مؤقتا طالما عندي حاجه زي كده يبقى انا كده معايا اي ار اكتيف كومباوند. طب امتى يكون اي ار ان اكتيف؟ انا قلت لك لو في اتنين اتومز بينهم ايونيك بوند ما تنفعش يبقى اي ار ان اكتيف. وممكن يكون الاتنين سيمتريك اتومز زي ما هنشوف دلوقتي، والسيمتريه بينهم بتخليهم اي ار ان اكتيف. ده يا دكاترة المثال اللي قدامنا للـ IR inactive compounds بالإضافة للـ ionic bond. ممكن يكون اتنين هيدروجين مثلا أو اتنين كلورايد أو اتنين نيتروجين. طب أنا قلت لك هنا لسببين اتنين، أولا يعني كده كده هيحصل أصلا مفيش dipolar moment، مفيش اختلاف في البولاريتي اللي موجودة بينهم، زائد إن هما symmetric الاتنين متماثلين. وأنا قلت لك شرط أساسي تركز فيه وتحطها وحط تحتها مليون خط كلمة dipolar moment، يعني اختلاف في البولاريتي between two atoms. هيحصل ازاي اختلاف في البولاريتي بين اتنين هيدروجين هما الاتنين متماثلين، ولا الاتنين نيتروجين ولا الاتنين كلورايد؟ فبالتالي السيمترية في الكومباوند ده بتخليه اي ار ان اكتف على طول. كذلك برضو في بعض الامثلة لو لقيت المركب كله على بعضه اصلا سيمتريك، يعني ممكن تلاقي مثلا سي اتش بين سي اتش 2 سي اتش 3 من ناحية، ونفس السي اتش 2 سي اتش 3 من ناحية تانية، كل المركب ده اصلا كله فيه سيمترية، فبالتالي ما فيهوش موضوع الدايبولر مومنت. يعني كأن ال CH2 اللي ما بين CH2 و CH3 هي البوند، هي البوند اللي يعني اتنين سيمتريك اتومز حواليها على طول بيخلي المركب اللي عندي ده اي ار ان اكتف. بلاش نسبق الاحداث، هنمشي بالتدريج وكل حاجه هنذكر لها مثال بعدين، وفي الابلكيشن في المحاضرات القادمه هنبقى نوضح فيها امتى المركب ده كان اي ار اكتف وامتى كان ان اكتف وهكذا. بس اللي انا عايز اوضحه لك دلوقتي واللي تبقى عارفه، ان انا بقول لك امتى يعني الكومباوند اي ار اكتف لو اتحقق في الشروط الثلاثه اللي انا بقولهم دول. اتنين اتومز
لهم دايبولر مومنت مختلفين عن بعض في البولاريت، مشاركين مع بعض في كوفيلنت بوند نوت ايونيك بوند، وفي نفس الوقت بيكونوا اسيمتريك. لو كان بقى اي حاجه من الشروط دي ما توفرتش يبقى الكومباوند اللي عنده اي ار ان اكتف، زي يكون هما الاثنين سيمتريك اتوم زي اثنين هيدروجين اثنين كلورايد اثنين نيتروجين. نو دايبولر مومنت، مفيش اي دايبولر مومنت، يعني مفيش اي اختلاف في البولاريتي بينهم، يبقى كده المركب اللي عندي لو في حاجه زي كده وكل البوند اللي فيه بالشكل ده على طول هتيجي تحطه في جهاز الاي ار، هتيجي تحط عليه الكترومغنيتيك راديشن، هتلاقي البند عندك ماشي زي ما هو، زي ما هنشوف البند عامل ازاي هتلاقيه ماشي زي ما هو، ما حصلش اي باند بوزيشن او اي سيجنال ظهرت نتيجة ان ما حصلش ابزوربشن اصلا، لانه مش هيتعرف على الالكترومغنيتيك راديشن، مش هيتعرف على الكومباوند ده، وهيبقى بالنسبة له ان اكتف، لانك انت ما حققتش الشرط الاساسي للبوند اللي هي هيحصل لها فايبريشن. طيب يا شباب، في غاية الأهمية إن أنت تبقى عارف البين ريجونز عندي أوف إنفراريد سبكتروسكوبي، لازم أن تكون عارف إن أنت عندك منطقتين في غاية الأهمية. المنطقة الأولانية اللي بتبدأ، طبعا أنا قلت لك تبص الأول على البند، لازم تبقى فاهم تفاصيله، عارف إن أنت عندك إكس أكسس وعندك واي أكسس زي ما خدنا في اليو في، وبفكرك تاني كان في عندك الواي أكسس عليه أباندنس والإكس أكسس عليه دي زي اللمبة، وأنا قلت لك اللمبة ماكس الويف لينس اللي عنده بيحصل ماكسيمم ابزوربنس، وعرفنا ازاي بنحسبها وكده. وكان من ضمن عيوب اليو في ان انت بيبقى عندك ان البند اللي بتظهر فيها قليله مش كتير، ممكن بند واحد او اتنين بالكتير قوي زي موضوع الفلافونويد، فده اللي مخليني بعمل بتعمل لي ريستريكشن او محدداني ان انا ما اتعرفش على مركبات كتيره من النيتشر وكده. اليو في الاي ار في ميزه ان البند فيها تبقى زياده شويه، والبند اللي فيه بتبقى عكس، يعني بتبقى اصلا نازله من فوق لتحت زي ما هنشوف دلوقتي وقدامنا على الشارت كده، وقدامنا على السبيكترم اللي قدامنا ده. الاكس اكسس بيبقى عليه الويف نمبر اللي انا قلت لك ان الويف نمبر ده هو الريسيبروكال بتاع الويف لينز. ابان الويف نمبر من فوق المنطقه اللي البند نازله منها من فوق خالص، بس هي مش مكتوبه، هي الويف لينز اللي بتبدا من كام، اللي بتبدا من 2.5 لغايه كام، لغايه 25. فانا قلت حولنا ال 2.5 ل 25 وحولناها من المايكروميتر للريسيبروكال سنتيمتر عشان نجيبها بالويف نمبر. عشان ما لخبطكش قلت لك ان ايه، هنركز في الاكس اكسس اللي هو بيبدا من 400، هو مكتوب هنا من 600 لغايه ال 4000، بس المفروض ان هو من 400. هنيجي نبص بقى على الواي اكسس، مكتوب عليه حاجه اسمها 100% ترانسميتنس، ودي في غايه الاهميه ان انا ابقى فاهم يعني ايه ترانسميتنس. كل ما زاد الترانسميتنس كل ما قل الابزوربشن. فانا لو افترضت ان انا بادئ الخط من فوق كده من عند 100% ما حصلش بند ابزوربشن ومفيش اي بند ظهرت قدامي زي ما هو ظاهر كده، الاو اتش دي تعتبر بند، السي او اللي هي تعتبر بند برضو، دي كلها بقول ان حصل ابزوربشن عندي لان كان في عندي بوند، البوند دي فيها اتنين اتومز، الاتنين اتومز فيهم كوفيلنت بوند وفيهم دايبولر مومنت، حصل ابزوربشن عندي. فبالتالي لو البند ده تناه ماشي، لو الخط ده تناه ماشي زي ما هو من فوق كده ومنزلش خالص، معناها ان انا حصل عندي 100% ترانسميتنس، يبقى 0% ايه ابزوربشن. والعكس لما بيحصل عندي ابزوربشن بشوف اخر الراوند اند مثلا بتاع الاو اتش دي وليكن عند 20 زي ما هي مقطوعه كده بالخط اللي هو الكلام اللي مكتوب ده، معناها لحد 20 يبقى حصل 80% ابزوربشن و20% ترانسميتنس بس، يعني الباند دي دليل على الابزوربشن اللي حصل لان لها كانت اي ار اكتيفيتي وكانت اكتيف مولكيولز عندي. انما العكس طبعا يحصل ايه، ان الخط زي ما هو مش هينزل، يبقى ده ابقى فاهم الاكس اكسس عليه ايه والواي اكسس عليه ايه. الحاجه اللي في غايه الاهميه اللي انا بقولها اصلا يعني في السلايد دي، الريجنز اللي موجوده في الاي ار في غايه الاهميه ان انا اكون عارفها، لان هو المثال هو اللي الشارت ده اللي هيطبق اللي انا هطبق عليه الامثله كلها في المحاضره الجايه واللي بعدها، ان انا اكون عارف ان الشارت بيبدا عندي من 400 لغايه كام، 4000. هقول لك يا سيدي من منطقه ال 400 لمنطقه ال 1000.5 دي ريسيبروكال سنتيمتر هي منطقه الايه، الفينجر برينت ريجون، وما بين قوسين كده حط لي حاجه اسمها بيندنج ايه فايبريشن، وانا هقول لك البيندنج والاستريتشنج ازاي في السلايد القادمه، بس هي البيندنج بتقع ما بين 400 لغايه ال 1000.5. الفينجر برينت ريجون دي هي حاجة عاملة زي صوابع، افتكرها دايما زي البصمة بتاع الإيد كده، ما تلاقيش كومباوند سوبر امبوزابل على كومباوند تاني إلا إذا كانوا أيسومر لبعض زي الإنانشومر والكلام ده، وممكن يعني إيه حتى الإنانشومر بيختلف،
بس انا بقول لك الايزومر والانانشومر والحاجات اللي زي كده هما اللي بيبقوا شبه بعض، ودي مشكله وليميتيشن في الاي ار ان هو يتعرف عليهم. بس اغلب المركبات مختلفه عن بعض في السبستيوشن وكده. فالجماعه بتوع كواليتي كنترول والكواليتي اشورنس بيستخدموا حاجه زي كده، عشان مثلا لو انت عندك باتش معين بكومباوند وستاندرد وعايز تتعرف على انون كومباوند عندك، والله بيروح مدخل الكومباوند ده في الاي ار ونظام كمبيوترايزد وكده، يروح باصص لو البندات عنده ظهرت متماثله مع الستاندرد دي، يروح باصص منطقه الفينجر برينت ريجون دي من 400 ل 1000 ونص. عايزك تفتكر تماما ان هي بتبقى منطقه كومبلكس صعبه عليك انت ككيمست او ساينتست ان انت تتعرف او تعمل انتربريتيشن للانون كومباوند من خلالها، لانها بتبقى منطقه اوفرلابد شويه والبيك اللي فيها متداخله. ده شغل كمبيوترايز ومحتاج الجماعه اللي انا قلت لك عليهم بقى بتوع كواليتي كنترول والجوده والحاجات دي عشان يتعرفوا على انون كومباوند بمقارنته بالستاندرد. يدخل الستاندرد مره ويدخل الانون سامبل مره ويشوف المنطقه دي، لو طلعت متماثله والبيك متطابقه بيحط البيك على بعضها، طلعت متطابقه يبقى هو تمام، ما طلعتش يبقى كده مش مظبوط. طيب دي اول منطقه اسمها الفينجر برينت ريجن اللي بتبدا من 600 او من 400 لغايه 1500. من 1500 بقى وانت طالع لغايه ال 4000 ريسبروكال سنتيمتر هي المنطقه اللي احنا بنشتغل عليها في مستوى شرحنا وتركيزنا كله وتطبيقاتنا على الاي ار، بتبدا من المنطقه دي اللي احنا بنسميها الجروب فريكوانسي ريجن او تحديدا الفانكشنال جروب ريجن. فانكشنال جروب زي ما انا قلت لك الحاجات اللي هي اسيمتريك اتوم ولها اي ار اكتيفيتي زي الكربونيل وزي الامين جروب وزي الكربوكسيل جروب والحاجات اللي انا شرحتها لك وقلت لك دي انها هتبقى اي ار اكتيف، هي دي اللي انا بركز فيها. يعني مثلا عندي الاو اتش، لما انا اجي ابص مثلا عندي في حاجه بند كده متشاور عليها بو اتش، دي فانكشنال جروب ريجون واقع فيها الاو اتش تمام. دي المنطقه دي بتبقى واسعه شويه ما بيحصلش اوفرلاب للبند مع بعضها، وبالتالي اقدر ما فيش كومبلكس يعني في سمبلسيتي فيها، فانا ما فيش اي كومبلكس عند الداتا ولا حاجه زي كده. انما بقى اللي هي الان ريلايبل بالنسبه للمنطقه دي اللي هي في الفينجر برينت ريجون، لما نيجي نبص على الكربون اكسجين مونو اللي هي سنجل بوند دي، هنجد ان هي واقعه في منطقه اصلا فيها بندات كتيره متداخله على بعضها وصعب التعرف. يبقى انت لما تتسال في الامتحان تبقى انت عارف ان المين ريجون عندي في الاي ار هما منطقتين، فينجر برينت ريجون واللي هي اللي بتبدا من كام، بتبدا من 400 لغايه 1500، وفي حاجه تانية عندي اسمها اللي هي الجروب فريكوانسي ريجون او الفانكشنال جروب ريجون اللي بتبدا من 1500 لغايه 4000 ريسبروكال سنتيمتر. طيب يا دكتور انت بتقول لنا ما هو المين ميكانيزم عندي ان بيحصل مثلا عندي بوند فايبريشن او في الاي ار لما بيحصل الكترومغنيتيك راديشن على الكومباوند، وفي كوفيلنت بوند بتوين تو دايبولر وفي دايبولر مومنت في الاتومز اللي ماسكاهم وبيحصل بوند فايبريشن، هو الفايبريشن ده شكله عامل ازاي وبيحصل ازاي؟ هو موضوع شرح في السلايد الجاي والقادمه باذن الله هوضحها لك. ان انت عندك حاجه اسمها ستريتشنج فايبريشن وفي عندك حاجه اسمها بيندنج فايبريشن. الاستريتشنج فايبريشن معناها ان انت مثلا زي ما انت تكون ماسك سوسته كده وبتشدها ستريتشنج، بتشدها رايح جاي. انما البندنج ده عامل زي بندول الساعه بيحتاج زاويه، يعني لو انت عندك اتنين اتومز بيحتاجوا زاويه بينهم وبين بعض، وده طبعا هنفهمها اكتر ونستوعبها اكتر لما نوضحها على الدياجرام زي ما نشوف. يبقى في عندي نوعين اتنين من الفايبريشن، تو مودز اوف فايبريشن، يا اما ستريتشنج وده بيبقى من خلال البوند اللي بتوين الاتومز، والبندنج ده بيحتاج الزاويه اللي بينهم وبين بعض. نيجي نبص بقى يا دكاترة معانا على موضوع المود اوف فايبريشن، هنا هتبقى واضحة جدا بالشكل بتاعها ونبقى عارفين هي بتظهر ازاي. المود اوف فايبريشن انا قلت لك في نوعين، في ستريتشنج فايبريشن وفي نوع تاني قلت لك اسمه بيندنج فايبريشن. قلت لك ما بين قوسين كده حط الفانكشنال جروب ريجون اللي انا قلت لك عليها من ضمن الريجون اللي بتطلع في الاي ار سبيكترم، ما بين قوسين حط ستريتشنج فايبريشن، لان بتبدأ من ال 1500 لغاية ال 5000 ريسبروكال أو ال 4000 ريسبروكال سنتيمتر، وحط لي منطقة البندنج ما بين 400 لغاية 1500. طيب أنا قلت لك كل ما الويف نمبر يزيد في القيمة معناها إن الفريكونسي زادت، معناها إن الإنرجي زادت. بالفعل الإنرجي اللي موجودة في الاسترتشنج أعلى من الإنرجي اللي موجودة في البندنج، فبالتالي الطاقة اللي محتاجها الأتومز أو المولكيولز اللي عندي عشان يحصل له استرتشنج
بتبقى أعلى من الطاقة اللي بيحتاجها الموليكولز عشان يحصل له بيندنج، لأن تأثير الطاقة على البوند بتبقى أقوى بكثير من تأثير الطاقة على المحتاجاه عشان تحرك في زاوية أو في أنجل. مش أنا قلت لك إن الاسترتشنج في خلال البوند، أما بالنسبة للبندنج أنجل أو تغيير زاوية ما بين الاتنين أتومز المشاركين فيها. لو احنا بصينا على الشكل الشمال كده، استرتشنج فايبريشن سيمتريك استرتشنج واسيمتريك، هنفترض مثلا ان انت عندك الكرة الصفراء دي هي الكربون وماسكة اتنين هيدروجن اللي هما الكورتين اللي هما الاتنين ازرق دول. لو الاتنين هيدروجن دول رايحين وجايين في نفس الوقت على الكربون، دي بنسميها سيمتريك استرتشنج. لو لقيت ان في واحدة راحة وفي نفس الوقت التانية جاية، بنسميها اسيمتريك استرتشنج. سيمتريك من معناها اللي هي تماثل، الاتنين جايين في نفس الوقت وخارجين من نفس الوقت، وكان التأثير خلال ايه، خلال الانترا اتوميك ديستانس، خلال البوند اللي بينهم، مفيش اي زاوية، يعني ما بيتحركوش في زاوية، بيتحركوا في بوند. فبالتالي دي بنسميها سيمتريك واسيمتريك. دايما الانرجي اللازمة لحدوث استريتشنج في الاسيمتريك بتبقى اعلى من الانرجي اللازمة لحدوث انرجي في السيمتريك. فبالتالي مثلا لما تيجي تبص على حاجة، هناخدها مثال بعد كده، ال NH2 باند أو حاجة هتظهر بعد كده، هتجد إن الباند دي باي فورك كده، مشقوقة، مشقوقة النصين، هي باند واحدة بس مشقوقة من الآخر كده. هبقول لك هي كانت مشقوقة ليه، لأن حصل فيها النوعين الاتنين من الاسترتش، الأسيمتريك والسيمتريك. لو افترضنا إن الجزء المشقوق ناحية الشمال شوية ناحية الويف نمبر الأعلى، يبقى ده أسيمتريك. ان الجزء المشقوق ناحية اليمين اقل منه بحاجة بسيطة لانها مشقوقة من الطرف خالص، يبقى ده ناحية الايه، السيمتريك. خلينا فاكرين حاجة زي كده. بس كل الاسترتشنج ده واقع من فوق ال 1500 ريسبروكال سنتيمتر لغاية منطقة ال 4000، وقلت لك هي المنطقة دي بتاع الفانكشنال جروب ايه، ريجو، لان الانرجي اللازمة لحدوث الاسترتشنج بتبقى اعلى بكثير من حدوث البندنج. طب البندنج ده ايه قصته؟ البندنج فايبريشن هو الفينجر برينت ريشن، هو اللي بيبدأ عندي من 400 لغاية ال 1500. البندنج فايبريشن فيه نوعين، في ان بلين بندنج، وده بيبقى في خلال المستوى او في خلال السطح اللي انا فيه، وبتكلم ده الشكل العادي خالص، وبيعتمد على زاوية، ما بيعتمدش على انتر اتوميك ديستانس زي ما انا قلت. الزاوية بتتغير اهي، لو كان الاتنين بيقابلوا بعض بنسميها سيزورنج، زي حركة المقص كده. لو كان الاتنين بيتحركوا مع بعض رايح جاي مع بعض كده، يبقى دي بنسميها روكنج، زي المساحة بتاع العربية، زي مساحات العربية كده، دي بنسميها ان بلين بندنج. ودايما الانرجي تبقى حاططها كده، الانرجي اللازمة لحدوث ان بلين بندنج بتبقى اكبر من الانرجي اللازمة لحدوث اوت اوف بلين بندنج. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان الانرجي اللازمة لحدوث اكبر، يبقى معناها ان الويف نمبر بتاع الان بلين بندنج هتبقى اعلى من الايه، الويف نمبر بتاعه الاوت اوف بلين بندنج زي ما انا وضحت. الان بلين بندنج عنده نوعين، في سيزورنج اللي هو المقص، والروكنج قلت لك زي المساحات بتاع العربيه. اما الاوت اوف بلين بندنج معناها هو شكل تخيلي شويه، وشكل بيحتاج الاستيريو اللي هو خارج المستوى او خارج السطح دي، بتبقى مثلا الاثنين هيدروجين، واحده داخله واحده خارجه بنسميها تويستنج، الاثنين داخلين وخارجين مع بعض بنسميها واجنج، وده بيبقى خارج المستوى اللي انت بيبقى فيه الاتومز او كده، وده شكل فراغي شويه. فهو ده اللي هي المود اوف فايبريشن. لو اتسالت فيها تبقى انت فاهم يعني ايه اصلا الفايبريشن دي، بيبقى بيحصل لها ايه، وكل ده متوقف على، انا كاتب لك هنا الويف نمبر اهو ما بين يعني في المربع او في المستطيل ده، الويف نمبر بتاع الاسيمتريك اعلى من الويف نمبر بتاع السيمتريك، اعلى من الويف نمبر بتاع البندنج. الويف نمبر ده هي علامه الفريكوانسي عليها خط، الويف نمبر اللي انا قلت لك عليها الانترناشونال او الستاندرد يونت اللي احنا هنستخدمها في الاي ار بعد كده ونبقى عارفين. هنا بقى يا دكاتره برضو يعني ايه، عشان تبقى يعني التكرار هيبقى مفيد لك ان انت تبقى عارف الكلام اللي انا بقوله كويس. الفايبريشن مود او المود اوف فايبريشن في نوعين، استريتشنج وبندنج زي ما انا وضحت. الاستريتشنج ده اللي هو الفانكشنال جروب ريجون، البندنج ده اللي هو يعتبر الفينجر برينت ريجون. وانا قلت لك البندنج ده بتقسمه لنوعين، ان بلين بندنج واوت اوف بلين. الان بلين بيبدا من كام لكام؟ انا قلت لك ان هو بيبدا من 1000 لغايه 1000 ونص ريسبروكال سنتيمتر. اما الاوت اوف بلين بندنج بيبدا من ال 400 اللي هي بدايه الحاجه خالص لغايه ال 1000. معناها ان الانرجي اللازمه لحدوث الان بلين بندنج اعلى من الانرجي اللازمه لحدوث الاوت اوف بلين. والان بلين طالما الانرجي اللازمه لحدوثه اعلى منه، معناها ان الويف نمبر في المنطقه دي هتبقى اعلى من الويف نمبر في منطقه الاوت اوف بلين.
دي انا بتكلم في المنطقه اللي انا قلت لك عليها بتاع الكواليتي كنترول والحاجات اللي بتبقى فينجر برينت ريجن وبصمات المركب، ان مفيش مركبات بتبقى متماثله زي بعضها، ولو هتعمله زي ما بقول لك انت بتطابق البيك على بعضها طلعت تمام يبقى هو، وده ده مش مهم لينا احنا في حل المركبات وفي الانتربريتيشن على المستوى العادي، ده شغل كمبيوترايز ده شويه زي ما انا وضحت. الاستريتشنج بقى هو بيحصل تشينج في الانترا اتوميك ديستانس، يعني في خلال البوند، ما بيحصلش في خلال زاويه. البوند انجل ريمينز ذا سيم اهو زي ما انا كاتب لك كده، انما البندنج العكس، لما بيحصل تغير في الزاويه وما بيحصلش في خلال الانتر اتوميك ديستانس يبقى انت بتتكلم في البندنج كده. الاستريتشنج طبعا قلنا نوعين، سيمتريك واسيمتريك، والبندنج زي ما الدياجرام وضحهم، وطبعا نشوفهم على الدياجرام هيبقى احسن واوضح عشان اتنين متذكرهم وفاكرهم على طول. هنيجي هنا يا شباب هنتكلم على يعني حاجة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية ولا يخلو منها سؤال في الامتحان، الفاكتور افكتنج بوند ابزوربشن. لازم أكون فاهمها كويس، وعشان أفهمها أنا يعني أنا مش هحفظ الحاجات قد ما أكون فاهم من خلال شرح وتوضيح للحاجة اللي أنا هقولك عليها. أنت تبقى عارف حاجة اسمها الإفكت أوف ماس إنكريزيس، يعني إيه الكلام، يعني إيه رقم واحد إفكت أوف ماس إنكريزيس، يعني إيه؟ كل تركيزي دايما لما أجي أكلمك في الإنفراريد سبكتروسكوبي يعني ثلاث حاجات، اتوم بوند اتوم، الاثنين اتومز اللي مشاركين والبوند اللي بينهم، والبوند دي كوفيلنت بوند طبعا زي ما انا وضحت. انا مثلا ضرب لك مثال ان انا قلت لك مثلا لو حصل استريتشنج او في الفانكشنال جروب ريجون يعني ايه، هتيجي تبص هتلاقي مثلا ان السي اتش وقع في ويف نمبر عند 3000. الكربون كربون سنجل بوند، يعني معلومة برضو الاسترتش دي مش واضحة، المفروض بيندنج، بس خلينا نقول ان الكربون كربون سنجل بوند وقع عند موضوع عند ويف نمبر كام؟ 1000 ريسبروكال سنتيمتر. ليه بقى الكربون هيدروجين وقع عند 3000 والكربون كربون وقع عند 1000 ريسبروك، او الباند بتاعتها بتقع او السيجنال بتاعتها بتظهر عند 1000 ويف نمبر؟ انا قلت لك ركز في العلاقه الطرديه، الفايده من تحويل الويف لينث لويف نمبر عشان نحصل على علاقه طرديه ما بينه، ما بين ايه وايه، ما بين الويف نمبر والفريكوانسي. هنا كل تركيزي على الفريكوانسي في غايه الاهميه، ان انا اكون عارف يعني ايه تردد اصلا. التردد معناها ان انا بقرر حاجه في وقت معين انا بحدده، سواء كانت ترددات او ذبذبات او فايبريشن او اهتزازات او حاجات زي كده في وقت معين، ولازم تكون الحركه دي فيها هارموني شويه او يعني تجانس وانسجام شوية، بحيث إن هي تتم بنفس ما بتحصل في أول مرة بتحصل في كل مرة. بمعنى إيه؟ أنا لو جيت بصيت عندي في حاجة اسمها البوند ستريتشنج أنا عاملها لك وشبهت لك الموضوع بشكل سوستة كده، أنا مثلا معايا مقبض حديد وفي سوستة وفي مقبض حديد تاني، كل المقبض الواحد أتوم، يعني ده مقبض حديد بأتوم في اليمين، ومقبض الحديد اللي أنا ماسكه في إيدي الشمال دي الأتوم التانية اللي انا قلت لك عليهم مثلا زي الكربون والهيدروجين، اللي بينهم سوسته، السوسته دي اللي هي الكوفيلنت بوند. انا المفروض الاول في الحاله العاديه في الايكوليبريم المفروض ان انا عندي السوسته دي واخده طاقه وضع، يعني زي ما هي مفيش اي حركه، بعمل بقى بشد بعمل استريتشنج خلال البوند دي، يبقى انا كده اكسبتها طاقه حركه، اما تيجي ترجع تاني يبقى رجعت لطاقه الوضع اللي هي كانت عليها، وهكذا. المرة الواحدة دي اسمها فريكوانسي، يبقى المرة الواحدة دي تمام. لازم تكون في هارموني فورم، ولازم تكون زي ما انا بدأت زي ما انا انتهيت، من الوضع للحركة للوضع تاني. لو انا هعمل الكلام ده بشكل منتظم لعدد من المرات بحدده مثلا في خلال وقت معين انا بحدده ساعة، هنفترض ان انا مثلا معايا الكربون والهيدروجين ومعايا مرة تانية الكربون والكربون، سوستة فيها الكربون في ايدي مقبض والهيدروجين في ايدي، ومعايا سوستة تانية فيها الكربون في ايدي والكربون في ايدي التانية، هعمل الكلام ده على مرتين، اشوف المرة اللي فيها الكربون والهيدروجين هتبقى عاملة ازاي، والمرة اللي فيها الكربون والكربون هتبقى عاملة ازاي. هنا بقى لاحظنا ايه، كل ما قلل الاتوميك ويت، الاتوميك ويت بتاع الكربون والهيدروجين معروف ان الاتوميك ويت بتاع الكربون ب 12 والاتوميك ويت بتاع الهيدروجين بواحد يبقى 13، انما الكربون والكربون الاتوميك ويت بتاعهم بكام؟ 12 و12 24. تخيل انت كده ماسك حاجة اتنين اتومز واحد فيهم في الماس بتاعه اقل من الماس التاني، لو احنا قعدنا نحرك في حاجة الويت بتاعها والاتوميك بتاعها وزنه قليل هتبقى حركته سريعة، معناها ان انا ايه هعمل، هوصل لفريكوانسي اكتر او عدد من الترددات او عدد من الاهتزازات اكتر من لو انا حددت ساعة مثلا، يبقى انا هوصل مثلا لحوالي 1000 اهتزازة من الكربون والهيدروجين في الوقت التاني، في الكربون والكربون هوصل ل 600،
لان كل ما كان الوزن او الاتوميك ويت خفيف كل ما كان الايه الفريكوانسي اعلى، وطالما كل ما كان الفريكوانسي اعلى معناها ان انا كل ما كان الويف نمبر اعلى وكل ما كانت الانرجي اعلى، وبالتالي هيقع في منطقة مور يعني دو بلاش داون فيلد لان ده هنشرحها بعد كده، بس وقع في منطقة بعيدة جدا في البند قريبة اصلا من ال 4000. انت بتتكلم في رينج لغاية ال 4000، انت قربت من ال 4000 وصلت ل 3000. فاذا الكربون والهيدروجين، لان الاتوميك ويت اوف هيدروجين اقل من الاتوميك ويت بتاع الكربون، لان كربون وهيدروجين زي ما قلت لك من 12 واحد يبقى 13، انما الاثنين كربون مع بعض يبقى انت بتتكلم في اتوميك ويت زياده. وده فعلا لما جينا نجرب ونحط في الاي ار كومباوندز فيها كربون وهيدروجين لقينا ان الويف نمبر بتاعها زياده نتيجه وجود الفايبريشن، او نوصل للفريكوانسي بعدد كبير ده بيحصل كل ما انت قللت الماس. فاذا في علاقه عكسيه بين الماس والفريكوانسي والويف نمبر. طيب رقم اتنين دي بالنسبه للماس، رقم اتنين اللي هي البوند بقى، هنيجي نتكلم بدل ما نتكلم على المقبض الحديد بقى زي ما انا قلت ووضحت كده في الاتوميك ويت، هنتكلم على السوسته بقى نفسها اللي هي البوند اللي بتربط اللي هي ما بين المقبض الحديد ده وبعضه. السوسته دي اللي هي البوند، كل ما كان ليك انت تخيل كل ما كانت السوسته دي على فكره القاعده دي اسمها سبرينج رولز، او يعني قاعده اللي هي الايه اللي هي السوسته او السلسله، بمعنى ان انا لو هطبق الموضوع ده على شكل كده، كل ما كانت السبرينج دي قويه او كل ما كان البوند دي قويه وفيها ستيفنس وهارد، بمعنى ان هي كل ما كانت تريم البوند معناها ان انا لو فضلت ان انا اعمل فيها اشد مثلا استريتشنج وارجعها تاني من طاقه الوضع الحركه والحركه الوضع وبشكل هارموني وفي انسجام كده، معناها ان انا مع الوقت هوصل لفريكوانسي منتظمه وبشكل اكبر. وفي خلي بالكم يا دكاتره في غايه الاهميه ان انا قلت كلمه منتظمه، بمعنى ان انا مش بس ان انا بعمل من وضع الحركه لوضع تاني، لازم أن يكون في تجانس وتماثل وفي انتظام في الحركه، مش لان لو ما كانش في تجانس وانتظام مش هحسب المره دي ان هي بنمبر اوف فريكوانسي، هحسبها اللي هي فيك نمبر او عدد مش مظبوط، لازم أن تكون بادئه تمام. احقق الكلام ده امتى؟ لو انا جبت سوسته قويه فيها مثلا زي التريبل بوند اللي عنده، فضلت ان انا اشد وارجع تاني اشد وارجع، معناها ان انا احققها عما كانت في دبل بوند عما كانت في سنجل بوند. وده بالفعل جاي لما طبقناه على الكربون نيتروجين تريبل بوند، وجدنا ان هي بتظهر مور يعني في سيجنال داون فيلد شويه عند 2250، والسيجنال التانيه بتبقى ايه اقرب شويه لو كانت دبل بوند عما كانت سنجل بوند، زي ما احنا هنشوفها في الكربون والنيتروجين سنجل بوند عند 1050. طبعا ده معناه ان انا كل ما زودت البوند كل ما زودت الايه الفريكوانسي، هوصل لنمبر اوف فريكوانسي اعلى، وبالتالي كل الفريكوانسي بتتناسب تناسب طرد مع الويف نمبر، معناها ان الويف نمبر بتاع الحاجه اللي فيها تريبل بوند اعلى من الدبل بوند اعلى من السنجل بوند، يبقى انا عرفت ان هي علاقه طرديه، بعكس الماس ان هي كانت علاقه عكسيه مع الويف نمبر. هي بس يا دكاترة دي قدامكم دي أمثلة توضيحية، الغرض منها إن أنا أبقى فاهم موضوع الكربون والهيدروجين وده بيقع عند كام وده عند كام وهكذا. طبعا الكربون والهيدروجين لو أنا كل ما أنا بزود في الماس الأتوميك ويت نمبر بتاع الكربون والهيدروجين قلنا 12 واحد 13، الهيدروجين بواحد والكربون ب12، لو كل ما أزود في الماس كل ما هقلل في الإيه في الويف نمبر اللي طلع. الكربون هيدروجين سنجل بوند بتقع عند 3000، الكربون كربون سنجل بوند عند 1200، ودي طبعا بيدل الموضوع اللي انا شرحته ان احنا بنقول ايه بقى frequency decreases with increasing atomic weight، معناها ان الفريكوانسي بتتناسب تناسب عكسي مع الماس مع زيادة الماس، وبالتالي كل ما الماس زاد كل ما الفريكوانسي قلت، وبالتالي كل ما الويف نمبر قل وكل ما الانرجي قلت، والعكس كل ما قللت الماس زي في الكربون هيدروجين كده هتزود الفريكوانسي وهتزود الويف نمبر. العكس طبعا في الفاكتور رقم اتنين اللي هي البوند انكريزنج، او يعني ايه اللي بنسميها البوند انرجي، كل ما زودت البوند كل ما يعني هنا بقى بنتكلم على السوسته نفسها اللي انت كل ما زودت الاستيفنس بتاعها والاسترنس بتاعتها والقوه بتاعتها، معناها ان انت هتفضل توصل لفريكوانسي منتظمه في وقت معين انت محدده بشكل متجانس في هارموني كده من حركه الوضع الحركه وهكذا، وتوصل لعدد ترددات اكبر في وقت ما كانت سنجل بوند، كل ما كانت زيادة كل ما كانت أقوى وتديك فريكوانسي أكتر. فبالتالي هنا التناسب طردي ما بين البوند والإيه والفريكوانسي، ومن ثم كل ما الفريكوانسي زادت كل ما هيزيد معاها الويف نمبر. عشان كده الكربون كربون تريبل بوند بتظهر عند 2200،
انما الكربون كربون سنجل بوند بيظهر لها ويف نمبر عند 1200، وده بيوضح الكلام اللي احنا شرحناه. يبقى في تناسب عكسي ما بين الماس والويف نمبر، وفي تناسب طردي ما بين الانكريزنج اوف دبل بوند والويف نمبر، وده تاني فاكتور افكت. تالت فاكتور افكتنج عندي يتكاثر في غاية الأهمية ولا يقل عنهم أهمية، اللي هو الكونجوجيشن سيستم. الكونجوجيتد سيستم كان مهم عندي في اليو في وعرفنا ليه. أما بالنسبة للاي ار، الكونجوجيشن بيقلل الفريكوانسي وبالتالي هيقلل الويف نمبر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو كل ما كان عندي مثلا يعني دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل، وجيت بص ودايما يبقى في دماغك موضوع حلقة البنزين، دايما حلقة البنزين دي ممكن نمثلها بشكل دبل سنجل دبل سنجل زي الجماعة بتوع الكيمياء بيعملوها، او ممكن نعملها في شكل راوندد او دايرة كده، لان دايما بيحصل فيه ريزونانس. الريزونانس دايما بتبقى متنقلة، الدبل بوند دي في نفس الوقت ممكن تبقى سنجل بوند. وليك تفتكر معايا على طول لسه قايلها، ان الدبل بوند لما تبقى سنجل بوند معناها ان انت هتقلل الفريكوانسي، ومعناها ان انت هتقلل الويف نمبر. فالكونجوجيشن كل ما بيحصل الدبل بوند اللي كانت من شويه بقت سنجل بوند، معناها ان انت هتقلل الفريكوانسي وبالتالي هتقلل الويف نمبر بتاعتها. ففي حاجه في غايه الاهميه لما نبقى ناخدها في امثله بعد كده وافكرك بيها واقول لك فاكر ان الكونجوجيشن كان بيقلل الفريكوانسي ويقلل الويف نمبر. الكربون كربون دبل بوند بتاع الاروماتيك بتاع حلقه البنزين بتبقى كاركترستيك وبتقع عند 1600 ريسيبروكال سنتيمتر. انما بالنسبه بقى لو كانت ايزوليتد، يعني ما فيش جنبها اي كونجوجيشن وكانت لوحدها زي الالكين، اي مثال للالكين هتلاقي في واحده دبل بوند وما فيش اي كونجوجيشن جنبها، بتقع عند 1680. طب هي قلت ليه؟ نتيجه الدي لوكاليزيشن في الدبل بوند، نتيجه الريزونانس اللي بيحصل. الريزونانس دي بيعمل انديوسنج للسنجل بوند كاركتر اوف دبل بوند ويخليها سنجل بوند، ومعنى ان هي بقت سنجل بوند معناها ان هي هتقلل الفريكوانسي، ومعناها ان هي هتقلل الويف نمبر، ومعناها ان هي هتقلل الانرجي زي ما وضحنا في مثال الايزوليتد الكين. وعندي الاروماتيك، شوف السي سي دبل بوند بتقع عند كام، وهي هي يعني نفس الكربون كربون دبل بوند، مره عند 1680، وما تيجي تحطها في حلقه بنزين وتشوفها في الاي ار هتلاقيها عند 1600. السبب زي ما انا قلت لك ان الكونجوجيشن بيتناسب تناسب عكسي وزيه زي الماس، خليك فاكر ان هو زيه زي الماس، بيختلف بتناسب تناسب عكسي مع الفريكوانسي. كل ما الكونجوجيشن زاد كل ما الفريكوانسي قلت، وبالتالي كل ما الويف نمبر قل وكل ما الانرجي قلت، وتلاقي الويف نمبر ظهر عند رقم اقل شويه. ده الفاكتور رقم 3. هنتكلم بقى يا دكاتره على الفاكتور رقم 4، وهو في غايه الاهميه، اللي هو بنسميها الهايبرديزيشن افكت. لا يقل اهميه عن الثلاثه فاكتور اللي انا قلتهم بتاع الماس والبوند نمبر، وفي نفس الوقت اللي هو الايه اللي هو الكونجوجيشن. ايه هو الهايبرديزيشن ده؟ هو نظام التهجين اللي احنا كنا بناخده في الكيمياء. انا مش هيهمني تفاصيله او بيحصل ازاي وكده، لان انا مش هشغلك بحاجه زي كده، بس المهم ان انا استفاد منه ازاي في امثله عندي اتعلم منها استفاد بها في الاي ار ازاي. هو عندي ثلاث امثله او ثلاث انواع ما فيش غيرهم، اس بي 3 كربون هيدروجين، واس بي 2 كربون هيدروجين، واس بي كربون هيدروجين. يعني ايه اس بي 3 كربون هيدروجين؟ معناها ان الكربون ساتوريتد وذ هيدروجين. وده مثال عندي الميثايل، انا كاتب لك هنا ميثايل وميثيلين اللي هو سي اتش 3 وسي اتش 2، وفي ميثاين حتى اللي هو سي اتش. هم دول مثال للاس بي 3. لو انت لقيتهم في الالكين فورم هقول لك مثلا افتكر دايما ان السي اتش بتاعتهم بيحصل لها باند ابزوربشن اقل من 3000 ريسيبروكال سنتيمتر. وكل ما يعني هنا يبقى انا كده عرفت ان المنطقه دي هتبقى مميزه للاس بي 3 سي اتش في الالكين، لان اس بي 3 كاركتر في هايبرديزيشن افكت. ايه الميكانيزم اللي عندي؟ الميكانيزم اللي عندي في الموضوع ده ان انا بقول لك ان السي اتش دي زي السي اتش 3 مثلا شبكه مع سي اتش 2، يعني شبكه في سنجل بوند مع السي اتش 2، فيعني الفيكسيشن بتاع الكربون هيبقى ضعيف مش متثبته كويس. فالهيدروجين لما تتحرك على الكربون ما بتدينيش فريكوانسي اعلى، يعني هي تديني فريكوانسي عاليه وكل حاجه، بس مش بنفس الكفاءه اللي هتديها في اللي هتديني في الاس بي 2 ولا في الاس بي. لما نيجي نبص على حلقه البنزين في المثال التاني على طول هنجد ان الكربون هيدروجين لها اس بي 2 كاركتر. بمعنى ايه؟ الهيدروجين الكربون مش ساتوريتد وذ هيدروجين، ده بيبقى مور ساتوريتد وذ كربون. وانا قلت لك اس بي 3 بقت اصبحت اس بي 2، كل ما تقل البي عدد البي كل ما تزيد الاس كاركتر، لان كل ما كان الكربون رايح لكربون اكتر وعدد الهيدروجين بيقل زي الاس بي 2 اللي في حلقه البنزين.
البنزين دي بالك جروب، بتعمل هيندرانس في المركب، والهيدروجين اللي عليها لما تتحرك في حاجة ثابتة وكويسة وقوية هتتحرك بثبات وتتحرك كويس، وطالما اتحركت بهارموني كويسة زي موضوع السوستة ما وضحته لك كده، هتحصل ايه؟ انها تديني فريكوانسي اكتر في وقت معين، معناها ان هي تديني ويف نمبر اكبر، وهتديني فريكوانسي اكتر، وهتديني هتقع عند انرجي اعلى. فلازم اكون مركز في حاجة زي كده، ان الاس بي 2 سي اتش بتبقى اعلى من ال 3000، واعلى عشان الميكانيزم ده. الكلام ده هنعمله برضو في الاس بي 2 بتاع الاولوفينك، اللي هي الاولوفينك او الفينايل هيدروجين اللي بتبقى شبكه في الحاجات اللي هي فيها سيس وترانس، وفي الحاجه برضو اللي فيها الاسيتيلينك اللي هي بيبقى فيها تريبل بوند زي الاس بي سي اتش، اللي بتقع اراوند بقى، شوف الرقم بتاعها عند 3300. البند ده بيبقى كاركترستيك اول ان انت تبقى معاك حاجه اسمها اسيتيلينك بوند او كربون كربون تريبل بوند. ده طبعا مثال للالكاين، لو انت معاك الكاين وبتعرف من خلاله ان طبعا تيرمينال الكاين مش انترنال الكاين زي ما هنوضح بعد كده ليه، بتعرف من خلاله ان انت معاك سي اتش اس بي كاركتر. طيب هنا تلاحظ بقى، لو احنا هنوضح الفرق ما بين الاس بي والاس بي 3، هتجد ان الكربون والهيدروجين كوفيلنت بوند منهم، لما الكربون دي متثبته بتلاتة بوند مع كربون تاني، يعني في فيكسيشن قوي وتثبيت قوي للكربون دي. لما تيجي الهيدروجين تعمل فايبريشن مع الكربون دي، هتعمل فايبريشن بثبات لانها ثابته، وهتديني الهارموني الانسجام والانتظام في عدد الاهتزازات او الذبذبات او الضربات دي، وتديها لي ثابته في عدد في وقت معين انا بحدده. انا قلت لك مش الفكره كلها مش هاف هازارد كده، وان هو يحصل يعني فريكوانسي ولا يحصل ذبذبه وخلاص، لا، الذبذبه دي لازم تكون منتظمه زي ما بدات من الوضع للحركه للوضع في نفس الثبات وفي نفس المكان وبنفس العدد نفس الانتظام. يبقى كده انا اقول ان ايه، اعدها بواحد فريكوانسي، كررت مره تانية اعدها باثنين وثلاثه واربعه. الشكل ده يحصل بانتظام امتى؟ لو كان اس بي سي اتش كاركتر. عشان كده وجدوا ان الاسيتيلينك او في الالكاين فورم السي اتش دي بتقع عند كام؟ عند 3300. انما المثايل العاديه في الالكين في السي اتش 3 والسي اتش 2 بتقع عند كام؟ بتقع اقل من 3000، وهنبقى نشوفها في الشارتات بتاع الاي ار بعد كده. هقول لك ان اقل من 3000 عند 2980 او كذا، يبقى دي بتاع السي اتش، يبقى ده دليل ان انت عندك سي اتش 3 وسي اتش 2 وسي اتش كده في الكين فورم. انما لو كانت عند 3300 يبقى انت معاك الكاين، فده هنبقى ناخدها بعد كده وهنشوفها على شكل البندات اللي بتظهر في الاي ار باذن الله تعالى. طبعا قلنا الدكاترة ان انت كل ما زادت الاس كاركتر، يعني الاس بي 3 الاس كاركتر قليلة، الاس بي 2 البي هتقل، الاس هتزيد لحد ما توصل للاس بي. هتجد ان في واحدة اقل من 3000، والاقل من 3000 ده بتاع الالكين. هتجد ان في واحدة اعلى من 3000 شوية بتاعة الالكين. هتجد ان في واحدة اعلى من 3000 وتوصل ل 3300 اللي هي بتاعة الالكين مثلا. انا خدت كمثال عشان ابقى عارف الكلام ده. الفكرة زي ما انا وضحت، قلت ان الهايبرديزيشن افكت رابع فاكتور وهو في غاية الاهمية من ضمن الحاجات اللي بتأثر على الـ IR بوند ابزوربشن، بالإضافة إلى الماس، بالإضافة إلى البوند نمبر، بالإضافة إلى الكونجوجيشن. إن شاء الله يا دكاترة، يعني واحد يقول بقى طب الموضوع كده هيبقى صعب إن أنا أبقى حافظ موضوع البندات وأبقى عارف إن مثلا الفانكشنال جروب دي أنواع عند كام، خاصة إن أنا عندي كام أتوم وكام كوفيلنت، يعني في بينهم كوفيلنت بوند، يعني كربون وهيدروجين ونيتروجين وهيدروجين واكسجين واكسجين وهيدروجين والكربونيل. افتكر الكلام ده ازاي؟ انا مش عايزك تحفظه قد ما هتطبق في الايكويشن دي. الايكويشن دي خلي بالك كالكوليتد، ما بتدكش الرقم تحديدا، بس بتدي لك الرقم القريب من الرقم اللي انت بتشوفه اوبزرفنت. لو انت مثلا عايز تفتكر الكربونيل، الكربون دبل بوند مع الاكسجين، الكربونيل ده هنطبق في القانون ده ونعرفه ازاي. هو اسمه هوكس لو او هوكس ايكويشن. الهوكس ايكويشن دي بتبقى عبارة عن ايه؟ هي معادلة بسيطة جدا، لو طبقنا فيها هقدر اوصل لك للرينج بتاع اي حاجة. انت مثلا ممكن يكون عندك خلفية عن الكربونيل اللي بتظهر عند 1720 1715، هي مش هتدي لك بالظبط الرقم، لان كده كده كل ما هتعوض في المعادلة هيديك رقم ثابت، هو بيديك حاجة اسمها كالكوليت، بس بتقول لك الرينج او الكربونيل ده يبقى عند كام. ما بتبعدش بقى بال200 وال300، لا، ده بتبعد مثلا حاجات بسيطة 5 10 بس في الرينج بتاعتها. هنعمل ايه؟ هنقول ان الويف نمبر بيساوي 4 و12 من 100 في جذر كي على ام.
الكي ده اللي هو الفورس كونستانت اللي هو موجود في المربع الأزرق اللي تحت، والام دي اللي هو الريديوسد ماس. طب انا لو مثلا بشتغل يا دكتور على اللي هو الاسيتيلينك، مثال اللي انا لسه شرحه من شويه، بقول لك ان الكربون كربون تريبل بوند، وناسي الكربون كربون تريبل بوند دي بيحصل لها باند ابزوربشن عند كام في الاي ار، افتكرها ازاي بالقانون ده؟ انت طبعا حافظ ال 4 و12 من 100 دي سهله، في جذر كي على ام ده يعني ايه؟ كي ده اللي هي الفورس كونستانت. البوند الواحده لو كانت في بوند واحده بنقول 5 × 10^5، لو كان في 2 بوند بنزود 5 بنقول 10 × 10^5، لو كان في 3 بوند بنزود 5 كمان بنقول 15 × 10^5، فهي دي الفورس كونستانت اللي هي كي. فانا ابقى حافظ ان الكي عندي اللي هي الفورس كونستانت، لو انا محتاج اعرف تريبل بوند يبقى انا عارف ان هي 15 × 10^5 على ام. الام دي اللي هي ريديوسد ماس بتساوي ايه؟ انا عندي كربون وكربون، الاتوميك ويت بتاع الكربون بكام؟ ب 12، والتانية ب 12، اقول 12 في 12 على 12 زائد 12، ولو عوضت كده هيطلع لي رقم، هاخد الرقم ده واحطه في الام، وانا بمعلومية الكي اللي هو الفورس كونستانت واحطهم تحت الجذر ونحسبها واضربها في 4 و12، يبقى انا كده وصلت للويف نمبر بتاعي كالكوليتد، واعرف الرينج بتاعه عند كام. يبقى ده مش هيخليني ان انا احفظ الحاجات اللي هي السترينج والحاجات اللي هي غريبة وان انا مش فاكرها قوي، بس الحاجات اللي هي الكومونلي يوزد مع كتر التجربة والخبرة انت كده كده اوريدي بتحفظها. الحاجات اللي انت مش هتبقى فاكرها قوي تبقى تعرفها عن طريق القانون ده، عشان لو جالك في الامتحان الهوكس اكويشن او الهوكس لو بنطبق في ازاي، يبقى انت عارف ان انت استخدمت القانون ده عشان توصل للحاجة اللي عندي. في سنجل بوند، دبل بوند، تريبل بوند. في نفس الوقت انا بقول لك مثلا لو انا هطبق لك على مثال تاني زي الكربونيل، الكربون دبل بوند اكسجين، الكربون دبل بوند اكسجين او الكربونيل دي بتعرفها ازاي؟ هتيجي تحط تعوض في القانون، هتقول 4 و12 من 100 في جذر الكي اللي هي كام بوند؟ 2 بوند، يبقى نقول 10 × 10^5 على الام اللي هي ريديوسد ماس، الاتوميك ويت بتاع الكربون ب 12، الاتوميك ويت بتاع الاكسجين ب 16، هنعوض على طول هنقول ام 1 في ام 2 يعني ال 12 في 16 على ال 12 زائد 16، ونحطها في الايكويشن ونعوض على طول هيديني الويف نمبر بتاعتها. موضوع السامبل بريبريشن من ضمن الحاجات المهمة جدا في البيبر وفي النظر ان انا اركز فيها عشان محور سؤال في الامتحان، وكذلك برضو بعض الممتحنين في الشفوي ممكن يسألوا فيه. انا السامبل بريبريشن دي ببقى عارفها ازاي؟ انا بعد ما فصلت العينة اللي عندي وراح اديها للتكنيشن عشان اعمل لها تحليل اي ار، لازم يكون في عندي سامبل سولفنت ليها او حاجة، لان انا بدوبها في حاجة عشان استخدمها، يعني كارير ليها عشان تتحط في الجهاز. والحاجة اللي أنا حطيتها لك دي لازم تفكر من حاجة بديهية كده إن هي تكون إن أكتف، وديت في يو في هتقول يو في إن أكتف، أي آر هتقول أي آر إن أكتف، ملت بتاع اللي هي الريفراكتيف إندكس، الريفراكتيف إندكس إن أكتف، بولاري ميتر اللي هو الحاجات بتاع الأوبتيكال ريتيشن يبقى إن أكتف. لازم تكون الحاجة اللي بتحطها السولفنت اللي عندك أو الحاجة اللي هتدوبها لك دي للسامبل ما تبقاش لها أي أكتيفيتي، لأن لو كان لها أكتيفيتي هتعمل انترفيرنس، وبالتالي انت كده خلاص يبقى انت مش رايح تحلل عينه، بقى انت رايح تاخد تحليل سولفنت، رايح تحلل فيه، انت رايح تعمل فوكس على العينه بتاعتك، فلازم الحاجه اللي هتدوب فيها تكون انكتف. ايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الانفراريد سبكتروسكوبي؟ بنستخدم حاجه انكتف زي الصوديوم كلورايد والبوتاسيوم بروميد. افتكر كويس اوي ان انا قلت لك ان الصوديوم كلورايد والبوتاسيوم بروميد دي البوند اللي بينهم ايونيك نوت كوفيلنت بوند، فبالتالي هما الاثنين اي ار انكتف، مش هيظهر لهم اي باند في الاي ار خالص، دي اول ميزه ليهم. في ميزه في الصوديوم كلورايد تفوق البوتاسيوم بروميد اللي هو مور شيب زي البوتاسيوم بروميد، لان البوتاسيوم بروميد اكسبنسيف عن الايه، اغلى من الصوديوم كلورايد، وبالتالي بمراحل يعني بفرق كبير، فبالتالي من ناحيه الايكونومست شويه ان انا لازم اكون مفكر ان انا باجي اشتغل لازم يبقى في توفير في البحث، مش اصرف مبالغ كبيره، فبالتالي اعمل له تحليل في الصوديوم كلورايد على البوتاسيوم بروميد. ليه ما ينفعش اعمل العينه بتاعتي مثلا في هولدر جلاس او بلاستيك؟ لان انا قلت لك هما بيعملوا ابزوربشن لللايت في منطقه الريجن، في الريجن بتاع الانفرا ماجنتيك راديشن في منطقه الاي ار تحديدا، فبالتالي هيعمل انترفيرنس عندي وزي كونتامينيشن كده، في حاجه هتاثر لي على العينه ومش هاخد القرايه الصحيحه بالظبط اللي انا عايزها. فده فايده الصوديوم كلورايد والبوتاسيوم بروميد، كمان ان هما بينفعوا بالاضافه للمعلومات دي ان هما بينفعوا للليكويد والسوليد والسيمي سوليد كومباوند. طيب اذا في حاله عدم تواجدهم، مش بقول لك، انا بقول لك هم الاساس، هم اللي لهم البرايورتي ان انت تشتغل عليهم، في حاله عدم تواجدهم بقى خالص هتلجأ لحاجه تانية،
زي مثلا النيجول اويل، وفي حاجة اسمها الكربون تتراكلورايد. لو انت عندك مادة سيمي سوليد ما ينفعش طبعا مع السوليد ولا الليكويد اللي هو النيجول اويل، لازم تكون مادة سيمي سوليد. وجد ان النيجول اويل فيه عيب خطير جدا، ان هو بيحصل له باند، بيظهر له باند عند المناطق دي 2950 و1462 ومش عارف 1377. انا مؤقتا بشكل مؤقت لحد ما نبدا في الابلكيشن كنت قايل لك ال 2950 دي ممكن تكون الباند بتاع السي اتش اوف اس بي 3 الكين. فلما بيظهر باند للنيجول في المنطقه دي وباند تانية للسي اتش في الحته دي، فهنا هيحصل ماسكنج للباند دي او يحصل اوبسكيورنج، هتحجب الباند دي، فانا مش هقدر اوصل لمعلومات المركب ومش هبقى عارف ان الباند دي طالعه من الانون كومباوند اللي عندي اللي انا بتعرف عليه ولا طالعه من النيجول اويل. فكده كده انا اصلا اوريدي لو انا عندي معلومه بعرف ان هي بتاع النيجول اويل، فخلاص انا هتلخبط ومش هبقى عارف. فده عيب خطير في النيجول اويل. الميزه فيه ان هو بينفع للسيمي سوليد كومباوندز بشكل كبير، وطبعا بتبقى ما اكثرها في الناتشرال برودكت سورس. الحاجه الثالثه بقى اللي انا بستخدمها ممكن الكربون تترا كلورايد. الكربون تترا كلورايد سؤال جيف ريزون هو مور بريفيرد ذان نيجول اويل. ليه؟ لان الكربون تترا كلورايد هيبقى العيب اللي فيه ابسط من العيب اللي في النيجول اويل، بمعنى ان هو له باند بتظهر، لانه كربون تترا كلورايد انت بتتكلم في كربون وكلورايد، في باند هتظهر عند 785 ريسبروكال سنتيمتر. المنطقه دي تفتكرها ان انا قلت لك عليها في الاوت اوف بلين بيندنج، في المنطقه اللي هي اليوزلس بالنسبه لي مش محتاجها قوي، لان في المنطقه دي انا مش بعتمد على يعني ايه على شطارتي ان انا اتعرف على الباند دي كانت عند كام، اللي انا بركز فيها في الفانكشنال جروب ريجن. لو وقع في منطقه الاوت اوف بلين بيندنج في منطقه اللي هي المنطقه اللي انا مش بحتاجها اللي هي الجماعه بتوع الكواليتي كنترول وكده، هنا دي الباند دي مش هتعمل لي اوبسكيورنج الحاجه ومش هتعمل لي ماسكنج الباند، ولو عملت مش هتفرق معايا لانها مش واقعه في المناطق الاسترتشنج زي ما اثر النيجول اويل كده. فالكربون تترا كلورايد مور بريفيرد زي النيجول اويل في السامبل بريبريشن عشان كده. وطبعا الاثنين دول في ايه بستخدمهم؟ في حاله عدم تواجد الصوديوم كلورايد والبوتاسيوم برومايد. الحاجه اللي مش عليك ان انت بعد ما تودي العينه، المفروض ان انا جبت العينه دي سواء سوليد او ليكويد او سيمي سوليد، اروح كده عندي زي تو ديسكس كده من البوتاسيوم بروميد، بروح طحنهم بتوين التو ديسكس دي، وبعد كده بيعملوا زي فيلم كده بيدخلوا على طول احطهم في الجهاز. الجهاز ده كده انا حضرت السامبل، يجي عندك بعد كده الالكترومغنيتيك راديشن عن طريق مونوكروميتر معين وتركيب معين يدخل على السامبل اللي عندي، يروح بعد كده للديتكتور يعمل لها امبليفيكيشن، يروح على الريكوردر وبعد كده يظهر على الديتكتور تاني بشكل اوضح، يعمل لي سيجنال او الباند اللي ظهرت قدامك دي. مش عليك انا ما بهتمش بتركيب الجهاز قوي لان ثيوريتيكال وحاجات معقده، فانا بهتم بالبرنسبل عندي والحاجات اللي هتفيدني في الابليكيشن اكتر من تركيب الجهاز وشرحه وكده، لان هيبقى الكونسبت عنده كل واحد ان انا الكترومغنيتيك راديشن على السامبل وبعد كده ديتكتور وريكوردر والكلام ده كله. فأهم حاجة أركز في السامبل بريباريشن إن أنا عندي أربع حاجات: صوديوم كلورايد وبوتاسيوم بروميد ونيجول أويل وكربون تترا كلورايد. أكتر حاجة في البريوريتي مهمة عندي هو الصوديوم كلورايد، بعد كده البوتاسيوم بروميد. في حالة عدم تواجدهم هروح للكربون تترا كلورايد، وبعد كده لو ملقتش خالص مش هيبقى قدامي إلا النيجول أويل، ببقى مركز أوي إن هو هيحجب لي بعض المناطق هبقى عارفها وممكن أستبعدها وأحل عن طريق الباقي. اخر حاجه بقى يا شباب محتاجين ان احنا نعرفها الابلكيشن بتاع الاي ار سبكتروسكوبي. الابلكيشن يبقى ركز في الجزء اللي إيه؟ الحاجات اللي هتفيدني في الانتربريتيشن اوف ستراكشر اوليسيديشن اوف انو كومباوند، الحاجات اللي مبسوطه اول مره من الناتشرال سورس او الناتشرال اوريجن. قلت لك طبعا ان انا بتعرف على الريجون اللي انا شرحتها في الاي ار، قلت لك في حاجه اسمها الفانكشنال جروب ريجون وفي حاجه اسمها الفينجر برينت ريجون اللي هو التو مين ريجونز عندي في الاي ار اللي هو بيقسموا لي الباند الشرط الحاجبين نصين. الفينجر برينت ريجن قلت لك مهم جدا في الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس، عشان انا لما اجي اطابق عينه بعينه تانية ستاندرد او عاوز اعرف ان حصل عندي ادلتريشن او لا، بقى على طول بروح جايب الستاندرد عندي وجايب العينه دي واروح مدخله من الجماعه بتوع الكواليتي كنترول يدخلوا على الاي ار ويشوفوا المنطقه دي طابقوا الباند على بعضها. لو كانت متطابقه على بعضها يبقى تمام كده زي الفل، لانها فينجر برينت زي البصمه بتاع الايد او بصمه الصوابع كده، ان انت ما تلاقيش حاجه شبه بعض ابدا الا اذا كانوا قلت لك ايزومر او حاجه زي كده، بيبقى من ضمن الليميتيشن والعيوب اللي في الاي ار، انما غير كده يبقى تمام وزي الفل. ده في الفينجر برينت ريجن. في
الفانكشنال جروب ريجن انت اللي بتستخدمها، زي ما هتطبق بعد كده ان انت من خلالها تقدر تعمل استراكشر اولوسيديشن اند ايدنتيفيكيشن اوف سبستانسز. النقطه الثالثه بقى اللي احنا بنقول عليها الاستادينج ذا بروجريس اوف اكشن، ودي الجماعه اللي بيحتاجوها مثلا بتوع الكيمياء الصيدليه او السينسز، ان انا لما يكون عندي سبستريت او عندي مثلا حاجه اروح مدخلها على الاي ار، عارف شكل البند تبقى عامله ازاي، والفانكشنال جروب والله دي مثلا او اتش مثلا، هعمل اسيتيليشن فيها او اعمل اي حاجه، هكون عارف مثلا ان الاو اتش دي بعد كده لما اجي اعمل لها اي ار بعد موضوع الاسيتيليشن او اي حاجه بعملها او اي رياكشن هعمله، هتوقع ان الاي ار بتاعته هتختلف بعد عن قبل، لان هنا اشتغلت على المكان المعين فانا عرفت ان حصل فيه تغيير، فده فايده الاي ار في حاجه زي كده. رقم أربعة والأخيرة وأنا ما بعتمدش عليها أوي، لأن قلت لك قبل كده في محاضرة فاتت أهم حاجة بتحدد لي الإمبيرتس أنت تراجع وتبقى عارف كويس هي إيه، كانت حاجة معينة قلتها في الفيزيكال ميثود تبقى عارفها، إن أنا طبعا يعني دي تعتبر يعني إيه راجع، يعني أنا بقول لك يعني إيه دي عشان تراجع، يعني أنا مش ممكن أقول لك هي إيه بس أنا عشان تراجع وتبقى فاكر الكلام ومتذكره كويس. الفيرست تشويز عندي أو الميثود أوف تشويز عندي للإمبيرتس تبقى انت عارفها في الفيزيكال ميثود، والامبيورتيز في الاي ار ماشي ممكن نحددها وكل حاجه، بس طبعا بتبقى ضعيف جدا ان انا ممكن احدد امبيورتيز في وسط ما عندي باند كتيره ظاهره وكل حاجه، لان دي هتبقى عامله انترفيرنس عندي في الداتا شويه. بكده يا دكاتره ان شاء الله نكون ان احنا انتهينا من شرح المحاضره الخاصه بالاي ار سبكتروسكوبي. هي ممكن يكون عندي ان شاء الله على حسب ما نشوف الوقت عندنا محاضرتين في الاي ار، وكده يكون انتهينا من الجزء بتاع الاي ار سبكتروسكوب. ان شاء الله هخصص المحاضرات اللي جايه في الابلكيشن، وان انا مثلا هيبقى كل الشغل على الكومباوند او ناتشرال كومباوند، انا ما بهتمش بالحاجات اللي السنسيتك اللي فيها السلفر والكلورايد والبروميد والكلام ده كله، انا بركز على الحاجات اللي هي فروم ناتشرال سورس، ونشوف الباند بتاعتها بيحصل لها ابزوربشن فين، والسيجنال دي بتقع عند رقم كام، والويف نمبر عند كام. اللي طالبه منك ان انت تركز في مذاكره المحاضره دي وتشوف التشارت كويس قوي، السلايد بتاع التشارت او السبيكترم بتبقى عامله ازاي. ما يهمنيش البندات اللي طلعت دي لان دي مش موضوع شرحها دلوقتي، انا كنت بستدل بيها عشان موضوع الترانسميتنس والابزوربنس والحاجات زي كده. بالتوفيق وكل سنه وحضراتكم بألف صحه وسلامه.